ارتفاع في وتيرة الحراك داخل البيت السياسي السني عقب التحالفات الأخيرة التي مكنت تحالف العزم من منافسة تقدم على منصب رئيس مجلس النواب بعد جمعه 34 مقعدا. التفاهمات وإن لم تصل لمرحلتها الأخيرة إلا أن البوصلة تشير إلى تنازل من يفوز بمنصب رئاسة البرلمان عن الوزارات والمناصب المهمة لصالح الكتلة المنافسة. التطورات الجديدة التي حدثت في اليومين الماضيتين في إطار كتلة العزم التي حصلت على أصوات قد تكون مقاربة إلى كتلة التقدم هي من أوجدت معادلة جديدة، لذلك التفاهمات اليوم على من يتبوأ رئاسة البرلمان سوف يكون بعيد عن الوزارات الحكومية السيادية المهمة في الحكومة القادمة ومن ضمنها يعني وزارة الدفاع. الأحزاب الكردية هي الأخرى لم تحسم مرشحها لمنصب رئيس الجمهورية الذي كان يذهب لحزب الاتحاد الكردستاني، إلا أن الحال يختلف هذه المرة بعد فوز الحزب الديمقراطي بأكبر عدد من المقاعد، ما جعل بعض أعضائه يطالبون برئاسة الجمهورية ليكون منصب الرئيس مقابل مناصب عديدة في حكومة إقليم كردستان. الوقوف عند هذه النقطة لن يطول بحسب قادة كرد لوجود مطالب موحدة يجب حسمها مع بغداد. أعتقد بأن الاتفاقات السابقة التي كانت موجودة بين الطرفين والتفاهمات الأولية التي بدأت خلال المرحلة التي تلت الانتخابات، أعتقد بأنها كفيلة بحلحلة التفاهمات الموجودة بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني. ومنصب رئيس الجمهورية هو مقابل العديد من المناصب هنا في إقليم كردستان التي آلت إلى الحزب الديمقراطي خلال السنوات السابقة. ملفات مهمة وكبيرة ما زالت عالقة ولا متسعة من الوقت لحلها أو حلحلتها، الأمر الذي يتطلب سرعة في التوصل إلى نتائج للخروج من الأزمة السياسية مع رغبة الكتل الفائزة الكبيرة بحكومة أغلبية على غير العادة. ميثم الجناحي، العراقية الإخبارية، بغداد.